حبكم مرة ثانية مشاهدينا الأكارم، نرحب بكل الذين انضموا إلي وتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من رواح، وضيفنا داخل الأستوديو الأستاذ الإعلامي والأديب جعفر عباس. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ جعفر. الله يبارك فيك، كرم منك أنك تضفي علي لقب أديب، وأظن أنا ما بستحق هذا اللقب. يعني ويكيبيديا في نسختها باللغة الإنجليزية أنت الوحيد اسمك مكتوب فيها في قائمة الكتاب الساخرين باللغة العربية. الكتباء الساخرين باللغة العربية هي في القائمة العالمية منذ بداية القرن التاسع عشر. أفتكر لأنه بدينا الحق بعدين نطلق عليك لقب يعني 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 في السودان والحاجات دي يعني لسه لم يتم إطفاء مسمى الأدب الساخر على كذا. يعني التركي عزيز نيسين عمل أدب أعمال روائية بتاع شمس الدين مبارك، شمس الدين حسن خليفة، شاعر وسجال ساخر من الطراز الأول، يكتب شعرا رصينا موزونا جميلا جدا، أظن ينشر في ألوان، هو والأستاذ زين حسن. ده أدب ما كان بيكتبه كتابة ساخرة عبد القادر المازني. أدب أنا أحيانا مقالاتي عبارة عن قصة قصيرة ولكنني أجهضها من حيث التكنيك عشان ما تبقى قصة قصيرة كويس، وعشان كده بتعمد الخرمجة وأدخل وأمرق عشان ما تبقى قصة قصيرة. نحن يعني حنقفل المحور ده ويعني حنغلغه، يعني ورضينا مرافعتك يعني من باب انه انت شخص اصلا متواضع ويشهد لك بذلك يعني، لكن خلينا نرجع للمحور اللي كان اثرناه قبل ما نطلع للفاصل. اهميه وجود اسماء كبيره في الصحف، احنا قبل شويه يعني زي وقعنا في جدليه كده انه المحررين دول والله مهمين المفروض نهتم برواتبهم، لكن ايضا مهم انه يكون عندنا اسماء. لا ما هو زي التلفزيون، في التلفزيون شنو؟ مش الخيل تجلب وشكر لحماد كده خيل كثير يعني ايوه يعني المنتج وراء معد البرنامج كذا كذا يعني. والمحرر لو محظوظ بيظهر اسمه في خبر، ومهنيا اصله ما مفروض اسم المحرر في العدد الواحد يتكرر مرتين، لكن مقال مش عارف يا جعفر عباس زاويه منفرجه وقاعد صورة وبعدين فوتوشوب وحاجات آخر حلاوة وكده وبتاع، فالناس بترتبط يعني حتى في البرامج التلفزيونية الناس بترتبط بالمقدم. لو المقدم سخيف دمه تقيل جاهل كده أنا تنفر البرنامج طبعا. يعني النجاح والبتاع البرنامج بيعتمد على كده، رغم أنه عصب البرنامج هو المنتج البروديوسر وفريق الإعداد، لكن في النهاية اللي بيشيل المدح وبيشيل القباحة في ذا سيم تايم هو المعد. فالصحف بتعتمد يعني بعد ما انه وسائل الاتصال الحديثة خلت الأخبار ما في، وجرائدنا لا تملك الإمكانات عشان تشترك في رويترز، أسوشيتد بريس، يونايتد بريس، الوكالة الفرنسية، دي بي إيه الألمانية، ما عندها. فبقت تعتمد على ما يمكن أن نسميه من نجوم الشباك، انه الناس اللي بيوزعوا لي الحكايه دي يجيب يستكتب الكاتب ده يستكتب الكاتب بتاع. في كتاب في صحفنا بياخدوا رواتب قدر قريبه من راتب رئيس التحرير كويس، وممكن يكون في ثلاثه كتاب في جريده يتقاضوا رواتب تعادل رواتب كل الطاقم الشغال وبتاعه مزلط وتعبان وبيعمل نعمل الحكاية دي. فأنت لا تستطيع أن تلوم الصحف لأنها بقت تبيع بأسماء الكتاب، بقت تبيع بأسماء الكتاب. يعني ما في غير الجرائد السودانية وبعض الجرائد العربية أنه رئيس التحرير يضطر أنه يوم يكتب مقال كويس، صعب على رئيس التحرير مع العمل الإداري والفني كله بعدك يجي يكتب مقال، أو مدير التحرير ذاته اللي هو مدير التحرير كمان الأعباء الفنية عليه أكثر من رئيس التحرير. الضوابط المهنية والأخلاقية في الإعلام، يمكن الحديث ده ما كان يعني ما كان بسبب إشكالية كبيرة باعتبار أنه إحنا عشان نضع ضوابط ونطبقها الموضوع ده ما كان مرهق إلى أن جاء الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الجديد أو الإعلام البعض يسميه الإعلام الحر.
يعني دع السيطرة عليه ووضع ضوابط وأخلاقيات جمعية صعب، التصرف فيه يكون فردي. لا لا، ما هو أصله الإعلام الجديد كويس، هو أصله تمرد على ما هو قائم بما فيه ضوابط وبما فيه أخلاق المهنة ذاتها كويس، لكن في النهاية يعني يذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس. يعني ما في حاجات كثيرة في المنابر الإلكترونية والرقمية قامت وبتاع وفقاعة وانتهت. الضوابط والسلوك المهني ملزمة به الجهات الرصينة التي تطلع بمهمة الإعلام الرئيسية اللي هي الإبلاغ، خدمة الحقيقة والتنوير. ديل المطالبين بمراعاة ضوابط زي الدقة زي الموضوعية زي الحياد كويس، خدمة للحقيقة. لكن الناس هناك يعني الواتساب ده ما طوالي، أنا لما نشيل الواتساب بتاعي جواي في هذا بيقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يعني معظم الأشياء المتداولة، الطريف إنه كاميرا ثري شغالة على الواتساب واتساب وبس، يعني لأنه خدت الهيدفون فاي فالواتساب يعني ناس يعني أكذوبة يطلقها واحد وتتضخم لما يتم تداولها بتكتسب طابع الحقيقة. يعني إلى حد ما يعني يخرج يعني من 30 واحد يعني من بتاع ولد جارتنا نفيسة في تندلتي خطفوه ورسلت لي كده ورسل لي كده وبتاع هناك. بعد شوية حد يقول لك والله اللي جوه عنده كلمة واحدة وبتاع، تقول الكلمة دي شعر حواجب بنتفوها وبيفكوا الزول. ف الوسائل الحديثة بتقوم على سهلت مهمة الأخبار، يعني خلت الموضوع ما فيه هيبة. يعني إحنا لاحظنا في الفترة اللي فاتت القنوات الإخبارية الكبيرة كانت مشت في اتجاه إنه كل شخص عنده هاتف ممكن يبقى مراسل للقناة دي في أي مكان يصور فيه. لا هي دي يا أستاذ أحمد، ما هي دي ثورة مهمة جدا التلفزيونات السودانية غافل عنها. السيتيزن جورناليست، الصحفي المواطن، شايل موبايله وحايم كويس، وموبايله عنده فيه كاميرا احسن من الكاميرا كوداك ولا غيره وغيره. لا. في مواقع الاحداث يعني انت تستطيع ان تنتج برنامجا يوميا يعده صحفيون مواطنون من كتم الدمازين كاب الجداد دنقلة أرجو السير سواكن في هيهات، ويدوك أشياء عندها قيمة خبرية أو في عنصر الإمتاع. قد أنت بنفسك ما تقدر تصل، لكن الموضوع ده لما يحصل له تماس مع أخلاقيات وضبطيات المهنة تخليه ممكن شوف تحضر. شوف الإنترنت يعني. الإنترنت كل واحد محكوم بضميره وأخلاقه التي نشأ عليها. نعم. كويس، ما نحن في صحف غربية جدا، يعني جريدة الصن الأكثر توجيعا في بريطانيا الصفحة الثالثة لازم يجيبوا صورة بيت لابسة من غير هدوم. كويس يعني لا نستطيع بمعاييرنا نحكم إن الشعب البريطاني منحط، كيف يجوز أن يشتري صحيفة تعمل كذا 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 كذا. كويس يعني ناس بالنسبة يعني أنا بكره جريدة الصن دي لأنه برضو أخبارها إنه مش عارف إيه الفنانة اللي جواها سكرانة ولا كده 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 كده. أنا ما بحب هذا النوع من الصحف الصفراء عموما كويس، ولا أحترم حكاية الصحافة أو وسيلة الإعلام اللي بتقول الناس عايزين كده كويس. أنت دورك إنك تجيب الناس إلى ترتفع بهم تصعد بهم. من الصعب جدا إنك تملي ضوابط كده، يعني كل إنسان والمجتمع ماشي لكده، كل إنسان وعوده الأخلاقي والثقافي كده. يعني ما نحن ابتدى يحصل يقول لك الخوف من الاستلاب والاستغراب والتغريب إننا نبقى غربيين،
ده بيحصل ده يعني ما بتحكم عليه بانه ده بحالك شعره زي سرجال عجله ولا ده عامل كده ولا ده، لا بتحكم عليه هل الحكايه دي تنفذ على سلوكه وممكن تنطبق على سلوكه وتبقى الحكايه دي خطيره. فانت كيف ستعالج هذه المساله؟ ستعالج هذه المساله بالتربيه والثقافه الوازع الشخصي. ايوه الوازع الشخصي دي مسؤوليه الاسره والاسره مسؤوليه المجتمع، والحكايه دي تبقى يعني شيء جماعي. لكن لما تبقى الحكايه فرقه وما في بتاع هنا واقع الاعلام السوداني الان، يعني هل نحن خلينا نقارنه بالاعلام العربي باعتبار انه انت لديك التجربه الاكبر مع الاعلام العربي، يعني هل نحن متراجعين كثيرا مذيلين القائمه؟ لا دي ما فيها اثنين ثلاثة طبعا محبطة يا أستاذ جعفر. لا لا ما فيها اثنين ثلاثة يعني ما لم انتهى سيد يتكلم عن الإعلام الليبي واليمني والحياد يعني. شنو سبب التذيل ده يعني؟ سبب التذيل برضو ليس الإعلاميين، ليس ابتغارنا، ما نحن عندنا إعلاميين وهسه الليلة دي ممكن نصدر 200 إعلامي يعني قوية شكيمة المهنية واشتغلوا في أحسن شغل. برضو أن إحنا عدم توفر البنية التحتية كويس، وبالتالي أنت ما بتقدر تطلع كاميرتك برا كثير، ما عندك إمكانيات تطلع كاميرات في اتجاهين الكاميرا والله لا شالة بتاع فلان أيوه شالتها إيمان بركية طلعت بها والله ما في طريقة ما بتجي كمان إيمان ما تشيل كاميرا واحدة والله بتشيل أربعة وخمسة كاميرات معاهم طيار يعني لأنه بتستاهل لأنه كمان أنتوا يعني في فترة كتلتوا برنامجة ده بأنه خليتوه بس هي بتتكلم مع زول والناس حاجات بتتكلم عنها ما بتظهر كويس والجانب التوثيقي من البرنامج يعني كاد أن يضيع يعني مشكلة الإعلام السوداني مشكلة أفكار مشكلة مشكلة إمكانيات وليس أفكار ولا نقص مبدعين ولا أي حاجة يعني يعني ما ممكن كان إنه التلفزيون السوداني ده يعني يوم من الأيام فيه الكوادر اللي أسست تلفزيونات منطقة كاملة لأنهم مبدعين ولأنهم بتاع كويس يعني ما في فيروس دخل في رؤوس الجيل الجديد من الصعب ما في يعني ما زال الناس حوة سودانية والدة وخصبة الرحم والمبايض وموجودين يعني لكن موارد هلكانة موارد ضعيفة وما في ما يعني ما في بنية كذا كذا بعدين يعني انت ليه تقارن نفسك بالإعلام العربي يعني حتى الإعلام العربي يعني أنا ما عايز أي قناة سودانية ترقى إلى مستوى قنوات عربية معينة ذات شعبية عالية جدا وشعبيتها دي ناتجة عن جذب الناس بأشياء أنا في تقديري مبتذلة يعني ده ما شغل الإعلام يعني دي تعملوا قنوات بلاي بوي قناة فوكس قناة كذا كذا خالي من الموضوعية أيوة يعني 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 نحن ما زال بنا بعض خلق وبعض كده 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 ما بنطلع يعني 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 انا ما عاوز اطلع من جلباب ابي تماما يعني ابي كان يعني متخلف تقنيا لكنه ما كان متخلف اجتماعيا او في تمسكه بقيمه لكن برضه في ناس دعاة التغيير ودعاة الانفتاح بيفتكروا انه الترفيه في التلفزيون حتى لو كان خاوي الموضوع لمجرد الترفيه بس ممكن يكون جاذب للمشاهد يعني. ويشوف يعني يعني العمل الاعلامي يجب ان يركز على عنصر الامتاع. يعني ما في قنوات بتفتكر انه الجمهور ده يعني لو ما انت بتاعه خجيته بتاعه وبتاع يعني لن ينجذب اليك. الجمهور والله بينجذب اليك لو انت قدمت استضفت ضيوف ممتازين بيتكلم عن قضايا تهم الناس وتعمل الناس وتحرك هموم الناس، ناس لطيفين بيتناولوا قضايا اجتماعيه بتاثيرهم الذاتيه ممتعه وكذا وكذا وبتاع.
يعني على حبي للغناء يعني يعني أفتكر واحد ده من حزنات الشروق أنها ما بتهتم كثير بالغناء كويس؟ لأنه الغناء الموجود ذاته يعني أنا لا أستخدم كلمة هابط أصله يعني في الغناء يعني غناء يعني سيء موسيقيا ولحنيا وبالتالي أداء أصوات جميلة جدا جدا لكن يعني الشغل الموسيقى الشغل بتاع لأنه المطرب اليوم عاوز يأكل عيش الحداد من حفلة لحفلة 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 بقى ما بهمه إنه المعايير الصارمة بتاعت لجنة النصوص ولجنة الألحان اللي كانت هي ذات بقت ما في شديد لجنة النصوص يعني واحدة ما في لا ما عندها العالقة في الذاكرة إنه مصطفى سيد أحمد في 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 نص كان رجعوا له يعني اللي هي أغنية حاجة فيك فلجنة النصوص قالت له بس دايرين نعرف حاجة فيك دي شنو يعني أنت قصدك الحاجة دي شنو عايزين نعرفها يعني عوض وقفوا له أغنية يا خاين ووقفوا له بتاع يعني هاي نحن يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لكن أنا بس لازم أسأل سؤال أخير بعد كل يعني هذه المسيرة الطويلة المشرفة لنا نحن والله كسودانيين يعني وكل ما أنجزته كل ما قدمته للإعلام العربي وحتى الأوروبي يعني فترت من الإعلام ده ولا لسه مستمتع؟ الإعلام الجميل فيه إنه الشغل فيه متجدد الشغل فيه متجدد يعني ليس فيه عنصر التكرار أنت الليلة بتستضيفني بكرة هتستضيف أبو عبيدة بعد ذاك زيد بعد ذاك عمرو بعد ذاك كذا وكل واحد كذا كذا تنتقل إلى برنامج هتمل برنامجك ده تنتقل إلى فكرة أخرى أو كذا فالإعلام أنت يعني أنا معظم شغلي الناس ما عارفة الحقيقة دي إنه أنا يعني أنا صحفي بتاع المطبخ الصحفي يعني أساسا اشتغلت أخبار واشتغلت كذا وتعرضت للبهدلة والبتاع وقطعوا شغلي رموا في وشي وكذا وكذا وبتاع ويعني أنت يقوى عودك المهني وتترقى وكذا لكن يعني حتى في شغل الأخبار من أخبار الساعة بعد ساعتين الأخبار بتتغير بعد كذا كذا فعنصر الإملال ما فيه وبالتالي العمل الإعلامي الناس بيصمدوا فيه أكثر من المهن الأخرى هاي شكرا لك جدا أستاذنا جعفر عباس شكرا لحضورك لقناة الشروق شكرا لكل الإفادات اللي قدمتها علينا شاكرين لعلاقتنا اللطيفة احنا بندعي انه احنا اصحابك يعني فشاكرين ايضا لهذا الـ يعني لقبولك انت هذا الادعاء استاذنا جعفر عباس الاعلامي كما هو مكتوب في السي في والاديب كما نهوى نحن كان ضيفنا في روح حتى نلتقيكم مشاهدينا ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل الذي سعدنا جدا ونحن نقول جهدهم الى اللقاء